اليوم الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم مع بوينغ وقعنا الصفقة الثانية بمعدل 30 طيارة 777 بمعدل 8.8 مليار دولار، بالإضافة للصفقة اللي عملناها قبل يومين مع إيرباص إيرباص 350، فمجموع الصفقتين حوالي 24.5 مليار دولار. طبعاً الهدف من هذه الصفقتين أن تعطينا الحرية والفلكسبيليتي أن ندخل الأسواق الثانوية أو المتوسطة، وهي تعطيك الرينج اللي نباها، المدى اللي نحتاجه بين الرحلات المتوسطة والرحلات الطويلة في المستقبل إن شاء الله. فبيكونون إن شاء الله جزء من المكس اللي عندنا في الطائرات الحالية مثل X و380، فإن شاء الله هاي تودينا لمرحلة ثانية إن شاء الله، خاصة مع تنسيقنا مع فلاي دبي إن شاء الله في المستقبل ندخل في أسواق جديدة إن شاء الله ما كنا نقدر ندخلها في الوقت الحالي.